بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل السادة المشاهدين، وليلة جديدة من ليالي رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما إلى الله قريبين. هيا هذا الشهر على مر التاريخ الإسلامي شهر رمضان دايما هو شهر الانتصارات. الحقيقة أنه في شهر رمضان كان فيه غزوة بدر، كان فيه فتح مكة، كان في كمان معركة جالوت واللي شفنا قد إيه فيها انتصر فيها الجيش المصري، وأخيرا كان الانتصار الوطني الأكبر وهو انتصار العاشر من رمضان، اللي الحقيقة يعني قد إيه كانت معركة الكرامة ردت إلى المصريين، وعشان كده يمكن قضت على وحطمت الأسطورة الكبيرة اللي كانت دايما تقول إن إحنا المصريين ممكن ما يقدروش، عشان كده قدرنا بإرادة المصريين إن إحنا ننتصر في هذا الشهر الكريم. النهاردة هيكون ليلة مختلفة، ليلة مهمة جدا هنتكلم فيها عن هذا الحدث وأكثر، هيكون معانا فقرات كمان تانية مختلفة، تابعونا في ليالي رمضان. أهلا بحضراتكم من جديد، وأولى فقراتنا الحوارية. بدأ الأمر هادئا على الجبهة، وبينما العيون تترقب والمدافع تتأهب وألسنة الجنود الصائمين تتوجه إلى الله بالدعاء، ودايما كنا بنشوف وبنسمع الكثير عن هذه الحرب. العاشر من رمضان هو يوم مهم جدا، هو الحدث الأكبر، هو الانتصار الوطني الأكبر، عشان كده النهارده كان لازم يكون معانا فقرة هامة جدا هنتكلم فيها أكتر عن أسرار هذا اليوم اللي ما زلنا حتى وقتنا هذا يعني بنكتشف هذه الأسرار. خلينا مشاهدينا الكرام هنكون معانا أكتر للإجابة على هذه التساؤلات سيادة اللواء أحمد ونيس محمد، مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق والباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. أهلا بك يا فندم، شرفنا منورنا، كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك، ودايما كده قناة الزراعية بتثري المواطن وخاصة أهلنا المزارعين عن الأحداث السابقة والأيام العظيمة لجمهورية مصر العربية. الأيام العظيمة منها زي ما سيادتك ذكرتي الذكرى العظيمة على كل قلوب المصريين، وهي ذكرى النصر في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، ذكرى إعادة القيمة والقامة لمصر، الريادة العربية، إعادة الأرض، إعادة الشهامة، وده دورنا، يعني ده دور المصريين بالكامل. صحيح. والقوات المسلحة اللي نفذت ولاد المصريين، أبناء المصريين، فحققوا الرغبة اللي كان كلنا هنحارب أيام المرحوم الزعيم جمال عبد الناصر، عايزين نحارب. الطلبة نفسهم كانوا بيطلعوا مظاهرات ويقولوا عايزين نحارب. جاء اليوم في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر تحقيق النصر العظيم اللي هز أركان العالم بالكامل وليس إسرائيل فقط. ده حقيقي، يمكن قدر ان هو مش بس يكون محطة للانتصار والعبور، انما كمان تحطيم كل الاساطير اللي قالت ان ممكن يكون الجيش المصري ما يقدرش، لكن قدر فعلا يثبت للعالم كله ان عندنا خير اجناد الارض. ده الحمد لله رب العالمين، ورجالنا وقادتنا القدامى اللي هم قادوا هذه الحرب. انا عايز اقول بس الاول بسم الله بالنسبة للشهداء رحمة الله عليهم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. وعلى فكرة الشهادة منذ بداية العصر الحديث المصري وما قبله في الاحتلالات السابقة، وحتى اليوم بنعطي شهداء، حتى اليوم بنعطي جرحى، حتى اليوم بنضحي حتى تكون مصر هي مصر، مصر تكون قد الدنيا، على قول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر إن شاء الله قد الدنيا وكل الدنيا، قد الدنيا وكل الدنيا بالمصريين، مش بإيد لوحدها، بإيد لوحدها دي تبقى صعبة قوي. طيب إيه اللي حصل؟ هي زي أي دول العالم ممكن يحصل كبوة، ممكن يحصل حاجة، حصل في نكسة، في انكسار حصل في 73 في 67، فقدنا شيء عزيز علينا وهو سيناء الحبيبة، سواء سيناء الشمالية أو سيناء الجنوبية. ودايما أنا بقول أهل سيناء المصريين، أهل سيناء الأبطال، أهل سيناء المجاهدين، أهل سيناء اللي قدموا للجيش المصري ولمصر أعظم البطولات. كل التحية والتقدير ليهم، لأن هيجي في وقت من الأوقات هنتكلم عن دورهم العظيم في معاونة قواتنا المسلحة لتنفيذ مهمه.
حصل بعد حرب 67 السيد الرئيس جمال عبد الناصر تنحى، الشعب رجحه، رجعه مرة تانية في 9 يونيو، وبدأ يقود المسيرة وقال نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لأنهم اتهمونا في 67 مشاديان لما يكون بيقول لم نجد أمامنا دفاعات، لم نحسب مصر حسابات القوة الغاشمة اللي هي القوة الإسرائيلية، فوجدنا أن هناك دفاعات هشة. يعني هو عايز يقول ان احنا اتمشينا، ان احنا على الرغم ان كان الموضوع طبعا انا مش عايز اخش في حرب 67 لان بيبقى ليها مجال تاني او حديث اخر، انما حصل شيء من الارباك وحصل ما حصل. نسكت؟ لا ما نسكتش، الحاجه اللي اتخذت مننا لازم ترجع تاني. فبدا الاعداد، وفعلا مرت المراحل على الاعداد، من ضمنها في الحاجات العظيمه اللي احنا هنحتفل أو شهر مارس في 9 مارس الماضي. نعم. احتفلنا بيوم المحارب، يوم الشهيد. يوم الشهيد ده كان إيه؟ ليه يوم الشهيد؟ يوم الشهيد الفريق الذهبي عبد المنعم رياض رحمة الله عليه كان هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة سنة 69، بعد ما وصلنا لمرحلة العين بالعين والسن بالزل بالسن والبالي أظلم، بدأنا نضرب في العمق، قصفات مدفعية، قوات جوية، على قد ما عمليات فدائية، عمليات لمجموعات الصاعقة ورجال وعبور، عبرنا بقوات وخطفنا أسرى. وجينا في 69 حصل ضربة قوية جدا من القوات المسلحة، فطلع الفريق عبد المنعم رياض عشان يتأكد من دقة الأهداف وما أصاب العدو من إزعاج وإرباك على طول الجبهة. رصد، أطلق عليه بعض المدفعيات، استشهد في هذا اليوم. فاعتبر هذا اليوم هو يوم الشهيد أو يوم المحارب اللي كل سنة بنعتز به، حتى الشباب يعرف معنى التضحية. الشباب يعرف ما هو جنرال كبير وحاجة وطلع على خط الجبهة لا يحب الموت، وعلى الرغم أنه ممكن متوقع يحصل أي موقف يحصل فيه استشهاده أو حاجة زي كده. مرينا بالمراحل بعد انتهاء مراحل الاستنزاف المختلفة بمراحلها الأولانية، إن هي إعداد. إعداد عشان أنا ما عنديش قوات، أجيب منين؟ أجيب ما عنديش أسلحة، أجيب منين؟ العدو الأمريكي ما كان وقتها مع إسرائيل مش هيديني سلاح، بدأنا نمد نفسنا من كافة الدول مع تعاون بعض الدول العربية اللي هو بيعتبروا إن مصر قلب الأمة العربية وهي الرائدة، لازم ترجع تاني مصر ونساعدها بكل الامكانيات. هي دي مرحله العده اللي الأعداد. قدرنا يعني ناخد من يعني مرحله ضعف او انكسار انها تقوينا اكتر، وانها تدينا الصلابه اكتر، ان احنا لازم مفيش حاجه تكسرنا، مفيش حاجه بتضعفنا، احنا الحمد لله نقدر نثبت للعالم كله الانتصار. لماذا تم اختيار هذا التوقيت يعني الخاص، واللي كان في يعني في شهر رمضان اثناء الجنود ما كانوا صايمين والابطال كانوا بس شهد الفريق الذهبي عندنا من رياض كان في يوم عظيم وجنازه مهيبه، ولكن هل القوات المسلحه تصمت؟ صدرت الاوامر الرئيس جمال عبد الناصر بالانتقام لهذا هذه الشخصيه العظيمه اللي ضحت بنفسها في سبيل ان هي تكون موجوده مع الابطال على الجبهه. طب ايه اللي حصل؟ عملنا عمليات عبور من رجال الصاعقة، خطفنا أسرى من شمال سيناء وجنوب سيناء وعرضناهم على وسائل الإعلام، الدنيا اهتزت. جي روجرز أمريكا بعت وزير خارجيتها إلى مصر في شهر سبتمبر سنة 67 سنة 69، وبدأوا يتناقشوا في طلب هدنة. مش إحنا لو وقفنا لإطلاق النار، هم اللي طلبوا نتيجة ضغوطنا في حرب الاستنزاف والويلات والخسائر الكبيرة اللي احنا عملناهم خلال 3 سنين. معركة الاستنزاف استنزفتهم جامد وطلبوا الهدنة، توقفت الهدنة وعملنا اتفاق الهدنة في يوليو سنة 69. العمر ما أمهلش السيد الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه، توفاه الله في سبتمبر 70، تولى الزعيم العظيم رجل الحرب والسلام القيادة، وبدأ نعد العدة، مش الإعداد العسكري ده بالتدامل ماشي، ولكن كيف نخدع العدو والعالم بأن مصر لن تحارب، بأن مصر غير قادرة على
ان هي ضغط اقتصادي، ضعف في التسليح، ان روسيا ما بين شويه وشويه بتدينا سلاح بالقطاره، وبدا خطه ان احنا وفي نفس الوقت بقى بنختار توقيت يوم العبور. خلينا نقول عند التوقيت وخاصه انه هذا التوقيت كان في شهر رمضان، يعني هذه المناسبه المهمه جدا اللي احنا يعني بنتكلم عنها وهي العاشر من رمضان. لماذا تم يعني اختيار هذا التوقيت يعني بشكل خاص؟ في عده عوامل وضعت في اعتبارها، انا هقول خلاصتها. ان احنا عايزين يوم قصير، نمره واحد، مش عايزين رياح المد والجزر بتاع قناة السويس، عشان في عبور بمراكب الخشب او الزودياك عساكر هتعبر 200 متر، عبور عرضي، في فلازم يبقى على قد ما اقدر ان الجزر او سرعه الطيار في اليوم ده اقل في سرعه عشان ما تجرفش المراكب، لان مش هقدر اتحكم فيها، لان هي مش بمواتير ولا ما فيش مواتير، كله بالتجريف وجاهزين يعدوا. الحاجه الثانيه ان انا عايز اعمل في مفاجاه مذهله للعالم كله، اني انقل الحرب اللي هي الناس كلها متعوده عليها في الفجر او الضوء او في اخر ضوء. اللي حصل ان احنا عملناه في وضح النهار الساعه 2 كانت بدايه العبور في التوقيت ده، عشان احقق حاجتين، ان انا احقق الضربه الجويه اللي كان بيقودها الرئيس حسني مبارك، والمدفعيات تعمل التمهيد النيراني عشان القوات المشاه والمدفعيه والمدرعات يتعمل لها المعابر في فتره ساعتين او ثلاثه عشان يبداوا يعبروا. وبعد فتح الثغرات على الجنب الثاني، الثغرات اللي هي ارتفاع حوالي 20 متر، كان يوسف باقي رحمه الله عليه اللي هو المهندس هو اللي خد فكره الميه بالترومبات وفتحنا الثغرات دي. من العوامل الرئيسيه اللي خليت نختار هذا اليوم، صادف يوم 10 رمضان، العاشر من رمضان، يوم مبارك، يوم جميل. انت مش عايز اقول لستك ان في اليوم ده تبقى اللي حكوا لنا القاده بتوعنا اللي حضروا الحرب، يعني صيام، ما يعرفوش توقيت العبور الا الساعه 12 القاده للسريه التامه، لان اي تسريب كان هيضيع مجهود كل السنين اللي فاتت. واخترنا احنا في خلال الثلاث سنين بتاعت الرئيس السادات في الاعداد والتجهيز للمعركه، اسرائيل رفعت درجة الاستعداد بما يقل عن 10 مرات هنحارب، يروحوا فين درجة الاستعداد؟ رفع درجة الاستعداد ده استنزاف مادي واستنزاف عسكري، لان انا مش برفع درجة الاستعداد ان كل واحد يقعد في مكانه، لا، ده قوات بتتحرك ويطلعوا الاحتياطات والدفاع المدني بتاعهم قدرت ان انا اشتت العدو؟ قدرت ان انا وبعدين لا وبعدين ما حاربش اكلفه وما حاربش اكلفه. قال لك دول بيهزروا بقى. يوم السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان كان يوم الجد، قال لك يعني دول بيهزروا، يوم لا يخطر على البال ابدا ولا توقعوا العدو. فخر اختيار ده كان صائب، صحيح. وزي ما قلت ستك تزامن في يومين زوجي، 6 اكتوبر والعاشر من رمضان، يوم مبارك، الله اكبر، هزت الدنيا، هزت القناه. انا مش عايز اقول يعني سبحان الله، كان ربنا واقف مع المصريين وعدوا، لان هم تعبوا، هم قعدوا وبتروح يعني اللي كان بيخش يقاتل وشايل على ظهره 120 كيلو ويعبر على مش سلم رخام ولا حتى مدايكه، لا ده على سلم خشب مع سائل مع تراب مع ضرب نار ومدفعيات والحمد لله رب العالمين. دخلنا تقريبا اول قوه دخلت حوالي الساعه 6 او 7 بالليل جوه سيناء على الارض الحبيب. بعد دخول اول قوه لينا على ارض سيناء، ماذا نتج عن يعني هذه المرحله، مرحله فضل الاشتباك الاولى؟ وذيع في بعض وسائل الاعلام الاوروبيه ووسائل الاعلام الاسرائيليه شارون لما كان بيقول الحقونا احنا مش قادرين نكمل، ومشا ديان وقلنا صدوا، قال لهم دول حاجه رهيبه، دول وحوش، دول بالبق، مش بكده، مش فوتوشوب، ولا ما كانش في فوتوشوب اياميها، لا كان في قوه جامده جدا اصابت القوه الكبيره امريكا بالانزعاج، اوروبا
باليأس، فما بال حضرتك بالعدو اللي احنا دمرناه معنويا، خسرناه اقتصاديا، الهالة الكبيرة بتاعت الإيد الطولة. يعني إيد الطولة يعني ممكن توصل لأبعد ما لا يكون ما لا يتخيله عقل بالنسبة لأي دولة. أنا معاك، أنا هضربك، قطعناها له القوات الجوية بتاعتها، وقفناها من حائط صواريخ عظيم، وأذكر هنا الرجال الدفاع الجوي في تصديهم للقوات الجوية الإسرائيلية اللي بنقول عليها أصحاب الإيد الطولة، وبدأ يحصل نوع من أنواع الإحباط، وبدأ أقوالهم لقد تخيلنا اللي كانوا بيقولوه بقى في 67، تخيلنا أن مصر لن تحارب. لا لا، فوجئنا بأن هناك سيل جارف من جنود مصريين على درجة عالية من التدريب، على درجة عالية من العلم، على درجة عالية من الروح القتالية، كانوا يحاربون كأنهم ملائكة. بعد ما كان العدو بيقول علينا كده، والدول ولا ننسى دور السعودية العظيم والدول العربية وبعض الدول اللي مدتنا بالسلاح، وخاصة البترول. البترول لما اتقطع في 73 كان البرميل قبل الحرب 8 دولار، بعد الحرب وأثناء الحرب لما قطعنا البترول عشان ما يحصلش، كان في جسر جوي ما بين إسرائيل وأمريكا، الدبابة بتنزل في الميدان علشان تجي لي 220 كيلو وتخش تشترك في الحرب. رحنا قطعين، أو الدول العربية قطعت البترول، وصل سعر البرميل من 8 دولار ل 40 دولار. أنا مش يهمنيش القيمة، أنا يهمني الوحدة العربية اللي احنا بنتمناها تعود مرة أخرى، ويعود الدول اللي هي يعني بدأت مش تتجزأ أو يعني فيها شتات، حلوا داخليا، شوفوا بلدكم وخليكم إيد واحدة، زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول كل ما هنحافظ على بلدنا يجب أن نكون يد واحدة. يمكن حرب يعني 6 أكتوبر والعاشر من رمضان يعني هي من أعظم الحروب التي مرت على مصر، وهي الانتصار الوطني الأكبر. عايزين نعرف فيها ماذا خسر العدو، يعني التأثيرات النفسية والسياسية والاقتصادية على العدو كانت عاملة زي حاجات كتير. انت عارفة اللي هو بياخد نفسه كده كبطل همام في تهوة في الشرق الأوسط، مش على مصر بس، على كل الدول الموجودة، كل الشرق الأوسط كان بعبع ليهم إسرائيل. فجأة انخفضت هذه الأسر، فجأة بدأ ينقلوا النظرة القوية والانتصار العظيم اللي كان بعد إذن حضرتك، يعني إن كان الناس بيقولوا عليه، كان الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام بيقولوا عليه إن هو عشان يحرك القضية عشان يعمل سلام. كيف وأن الرئيس السادات رحمة الله عليه في الطلعة الأولى كان له أخ طيار، والطيار طلع واستشهد، وقدمه لمصر، يعني رئيس جمهورية مصر العربية قدمه لمصر عشان يبقى فيه دافع. طب لو هو بقى بيحرك القضية هيخلي أخوه يطلع في الطلعة الأولانية؟ أعتقد كلام يعني ناس سفهاء، عاري من الصحة. ناس بيقللوا من قيمة الانتصار، اللي لم يطأ رجله على أرض سيناء لن ولم يشعر بالقتال والمجهود اللي تم لتحرير هذه الأرض. روحوا زوروا سيناء، تخيلوا الارتفاعات الشاهقة على طول 200 كيلومتر في قناة السويس، والحمد لله قوتنا عبرتها. فالناحية التانية ان بدأت إسرائيل مكان أطمحها من النيل للفرات بدأوا يعيدوا الحسابات. وعلى فكرة لما كناش قمنا بالحرب، كان خطتهم خطة بتاعتهم ان الحفاظ على شرق القناة. طب لو احنا تم اكتشافنا، شوفوا المرحلة التانية، اكتشاف ان احنا هنهجم او جالهم ان احنا هنهجم في الساعة الفلانية، تبقى العملية عكسية، اجتياح قناة السويس، يعني يعبروا غرب القناة ويحتلوا مدن القناة بالكامل. ده كان الهدف الثاني لو شعروا. عشان كده كان في سرية جامدة، وانا طبعا سرية فظيعة حتى على القادة، إلا طبعا هيئة القيادة العليا اللي هي بتقود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان عارف التوقيت بالضبط، وقادة الجيوش والمناطق، بقية الوحدات الصبح بالتسلسل، مثلا قائد اللواء، بعدين قائد الكتيبة، وبعدين قائد الكتيبة أو قائد الفصيلة، يلا رجالة هنخش. كانوا أكنه تدريب عادي جدا، والحمد لله رب العالمين خسائرنا كانت بسيطة جدا، معلوماتنا ارتفعت، رجعنا الأرض الطهرة. ولا أنسى أن أذكر في هذه الأيام الجميلة أني
أبناء سينا ودورهم جدودهم سالم الهرش لما وعد سينا في 67 موشى ديان وجلدة مائير جابوا الشيخ مشايخ القبائل كان اسمه سالم الهرش راجل كبير واتفقوا مع انهم يعملوا له مؤتمر. المؤتمر ده عالمي ويعلن فيه ان سينا يا ريت تدولوها، يا ريت نبقى تبعكم، يا ريت. على الرغم شو بقى وجد العظمه، عظمه المصري السيناوي، قال لهم انا موافق، وجمع الشيوخ والقبائل والعوائل الموجودين وجاب وسائل الاعلام بالكامل، وكان يوم عظيم في الحسنه لما يطلع هذا الرجل ويبدا يقول بقى كلمتين، ونحن نعلم من هنا من ارض سيناء الحبيبه ان سيناء لن يقودها الا رئيسنا العظيم جمال عبد الناصر. ده في 67 يعني كان ممكن يعدموه، بس احنا طبعا كنا عاملين حساب كده ان احنا ايه نخطفه وناخده يمشي، وفعلا جه وقابل الرئيس وكرمه رحمه الله. انا بقول له المصري معدنه قوي، معدنه كبير برجالته على فكره في العصر الحالي وفي العصر السابق، ولما طلعوا في 13 وطلعوا في 11 وبيمشوا وبيسندوا بلدهم حاليا عشان البناء والتعمير، هم دول قادة المستقبل، هم دول مصر، وحفظ الله مصر. حفظ الله مصر وحفظ الله المصريين. يمكن هذه الحرب زي ما حضرتك قلت هي كانت فيها تكاتف الكثير من الفئات، ولولا تكاتف الشعب والجيش لولا النهارده شفنا هذا الانتصار. اكيد عايزين النهارده كمان اخيرا وليس اخيرا كده نعلم الشباب هذا الجيل ايه الدروس المستفاده من هذه الحرب، وازاي اراده المصريين قدرت انها تعدي المستحيل وتصنع المستحيل. العزيمه رقم واحد، الثقه في القياده، ثقه في قيادتك، ان انت ما فيش حد هيضحي بروحه في قياده مصر العظيمه، لان ما فيش رحمه في مصر من اهاليها، دايما واعيين دايما صحيين. فاللي انت استأمنته على مصر تأكد تماما ان هو امين على مصر، وده كان نتيجته لما رجعنا جمال عبد الناصر في 67 وعقد العزم، على الرغم ان هو قدم نفسه قال له انا بتنحى عن السلطه وانا مواطن عادي جدا من الشعب حاسبوني، قالوا لا ترجع. رجع بدا ياخد الاساليب العلميه لاعاده بناء القوات المسلحه، كملنا مع السادات، كملنا مع السيد الرئيس حسني مبارك، ثم جاء الزعيم العظيم عبد الفتاح السيسي، ومن قبله الرجل المحترم عدلي منصور. فبلدنا فيها الخبرات، فيها الشهامة، بلد مؤسسات مش ماشية كده. الأزمات اللي حصلت لنا دي مش ماشية بفكرة اليوم، مش ماشية يلا نعمل دي دلوقتي، لا ده في تخطيط وفي سيناريوهات موجودة، وفي ملف اسمه ملف إدارة الأزمات، بطلع الملف الأزمة دي بكون مجهز لها المعدات، وبكون مجهز لها الاحتياط الاستراتيجي، وبكون مدرب الناس. فثقوا ثقوا هيتحقق مجدنا، هيتحقق ارتقائنا بالجديد، بس في حاجات نتوءات بتقابلنا. يعني احنا في 67 لم نبخل بشيء على مصر كلنا، من أول الأم لغاية الطفل الصغير لغاية المقاتل، حققنا النصر. نمرة 2 لما حصلت نكسات الإرهاب في فترات التسعينات جففنا منابع الإرهاب، تكرر هذا الموضوع بعد 30 يونيو وكان الإرهاب فظيع جدا وكان حاجة صعبة، أخرها العملية الشاملة في 2018 واستقر الوضع، ولكن بنسبة، عشان ما فيش حاجة اسمها القضاء على الإرهاب، اللي كل يوم ممكن يحصل حاجة موقف معين يعد وارد، لأن الإرهاب عابر الحدود إمتى هيجي لك لما تكون واخد بالك، يبقى على الاقل ما فيش الخسائر اللي كانت زي ما بتحصل زمان. وفعلا كان، فانتوا يا شباب انتوا راح تقودوا البلد على فكره. من يعترض حاليا ويعيق مسيره التقدم حاليا ولا يذكر امجاد تاريخه، ما فيش عنده قدوه، هيعطل المجتمع. طب لما يعطل المجتمع، بسال سؤال للشباب، من سيقود هذه البلاد بعد العمر الطويل للقيادات اللي موجوده؟ تواصل الاجيال، مش انتوا اللي هيطلع منكم يقود هيلاقي بدل ما كنا بنحل 50 مشكله، لا ال 50 مشكله دول زي ما هم، بالاضافه الى الاعباء الجديده بعد 10 15 سنه بقينا عندنا 250 مشكله. يبقى منكم واحد هيصعب عليه حلول
للمشاكل اللي بتحيط بمصر. مصر كبيرة، مصر مستهدفة، فإذا ما تعاوناش دلوقتي ونفتكر الكلمة اللي أنا بقولها، إن هيجي واحد منكم يا شباب مصر يقود. إذا ما حلناش المشاكل دلوقتي هتلاقي المشكلة بدل ما مشكلة واحدة بقت آلاف المشاكل. فحط دي قدامك عشان ما توعقش زميلك اللي هو هيطلع واحد منكم هيقود مصر. ومصر ولادة زي ما بيقولوا، مصر عندها شباب واعي وهو دول على فكرة، هم دول اللي وقفوا قدام الإرهاب، هم دول اللي وقفوا في 73، هم دول اللي وقفوا قدام المخطط الرهيب، المخطط الرهيب اللي الحمد لله رب العالمين اللي بشيد بيه كل دول العالم. من أنقذ مصر؟ شبابها في 11. من أنقذ مصر؟ رجالها. من أنقذ مصر من التقسيم والشرمدة والحرب الأهلية اللي لغاية دلوقتي قائمة وحصل فيها نوع من أنواع التفكك جوه الدول؟ وزالت مصر حتى الآن هي مطمع للجميع، وعشان كده اللي هيحميها هو شبابها، واللي هيحميها هو شعبها وجيشها طبعا، اللي دايما بنهنيه في كل مناسباته، ورجالها العظيمة وأبطالها اللي فدوا أرضها بدمائهم. بحييك سيادة اللواء يعني بهذه الرسالة العظيمة اللي نقدر نختم بيها فقرتنا النهاردة. كان معانا النهاردة سيادة اللواء أحمد ونيس محمد، مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق والباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا. كل سنة ومصر طيبة، ورحم الله شهداء مصر، وألف تحية للرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي. سير ولا تتعطل، سير وقود المسيرة في التعمير. وسيادتك قلت ان انا هوقف المشروعات الدولارية، وده شيء عظيم جدا، ولكن ما هو في امكانياتنا اللي سيادتك مصر تعمله؟ عندنا الرمل، عندنا العمال، عندنا المهندسين، عندنا الالات، نستمر. انا هقول حاجة اخيرة، لو ايقاف التنمية المستدامة الموضوعة، احنا في الفترة من 11 لغاية 23 زدنا 20 مليون. ال 20 مليون دول كمان 20-30 سنة عايزين يتجوزوا، هنقول في منهم 2 مليون هيضربوا عن الجواز او ربنا هيفتكرهم، يبقى لي 18 مليون. 18 مليون ذكر، 18 مليون انثى هيجوزوا بعض، يبقى انا عايز كم شقة للفترة دي؟ 9 مليون شقة، 9 مليون وظيفة، 9 مليون اللي هيخلفوا، 9 مليون كرسي للطفولة. فخلي بالكم اي تعطيل معناه انت بتعطل بلدك كفايه. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل الساده المشاهدين. ما كانش ينفع نحتفل من غير ما نشوف الدروس المستفاده من هذه الحرب اللي فعلا بتكشف لنا كل طول الوقت ان الاراده تصنع المستحيل. لسه مكملين معاكم ليالي رمضان، لكن بعد فاصل قصير.